مثل طويق الجبل المعلى، لنا عزم كبير في الجهود، شباب سائرون إلى المعالي، وشعب طامحون إلى المزيد. إجمالي عدد الأندية عندنا في السعودية 190 نادي. خليني أقسمها لك: الأندية الرياضية 171 نادي، أندية ذوي الإعاقة 16 نادي، أندية الصم 3 أندية. مو بس كذا، أيضا رياضة البنات اليوم أصبحت مميزة جدا، وأصبح فعلا عندنا قصة في عالم الرياضة تستاهل الحنة نرويها. بداية جديدة، أنا في المكان اللي يعشقه كل الرياضيين، أنا في الملعب. الرياضة اليوم على مستوى العالم عندنا في السعودية مختلفة. شرفتنا الرياضة في كثير من المناسبات، كثير من الرياضات وكثير من المباريات، خلتنا مميزين على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى محلي أو حتى على مستوى آسيوي. الرياضة بمفهومها الواسع هي جزء من نسيج وثقافة هذا البلد من زمان، من أيام التأسيس، من أيام رحمة الله عليه الملك عبد العزيز لما اهتم في الرياضة وبدأ بسباقات الخيل وسباقات الهجن وغيرها من السباقات الكبيرة، واللي كل نجاحاتنا اليوم في الرياضة هي امتدادا لتلك البدايات، لحد ما جت معشوقة الملايين كرة القدم اللي تابعها اليوم مئات الملايين من الناس في الكرة الأرضية بشكل عام. تأسست الرئاسة العامة لرعاية الشباب بارتباط مباشر بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب، وبعدها تحولت إلى وزارة وأصبحت وزارة الرياضة. وزيرها الأول هو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. الأفراد اليوم هم نواة المجتمع، عشان يكونوا منتجين ومعطائين أكثر لازم يكونوا بصحة جيدة، وعشان يكونوا بصحة جيدة لازم توفر لهم أماكن مناسبة ومرافق مهيئة أنهم يمشون يمارسون الرياضة بشكل يومي. وهذه أحد وأهم مستهدفات برامج الرؤية وبرامج التحول الوطني، اللي فيها أشياء كثيرة كلها تستهدف الرياضة بشكل عام، لأنه مرتبط ارتباط أساسي بصحة كل الأفراد. صار في فعاليات كثيرة اليوم تستهدف أنه الناس يمارسون الرياضة بطريقة تشاركية بينهم، الماراثونات اللي قاعدة تصير، مبادرات المشي، أيضا الرياضات المتنوعة اللي قاعدة تدعم بقوة مثل البادل والتنس وغيرها من الرياضات. حنا اليوم في جدة تتحرك. ماراثون المشي يعطونهم مثل هذه اللوحات الجميلة، وأيضا ماراثون الجري يعطونهم لوحات بس بلون مختلف. أنا واضح إني بمشي اليوم ما راح أجري لأن ما عندي حيل أجري. فالناس هنا متفاعلة بشكل جدا رهيب، متحمسين. اللي نقدر نقوله اليوم إن الرياضة قاعدة تعيش عهد غير مسبوق أبدا على كافة المجالات، سواء الإنجازات اللي قاعدين إحنا نحققها في المستوى الرياضي، أو التأثير اللي قاعد يصير اليوم في المجتمع. شوف الممشى ما شاء الله كيف مليان، أو حتى استضافة البطولات والأحداث العالمية في كافة أنواع الرياضة. كلكم شفتوا تجربة السعودية في الأولمبياد. سألت أستاذ محمد المسحل عن هذه التجربة لأنها صراحة أعتقد أنها تهمنا كلنا. تجربة مشاركاتنا الأولمبية خاصة في الأولمبياد الصيفي الرئيسي بدأت مبكراً، بدأت أعتقد من سنة 72، لكن ما بدينا نحقق الإنجازات إلا في سنة 2000، وهذا شيء يعني أمر طبيعي. كان في تطور في المستوى وتطور في المشاركات، بدينا نشارك في الألعاب القوى، تدرجنا بالتدريج الألعاب مختلفة أخرى إلى أن وصلنا لسنة 2000. البطل السعودي هادي صوعان حقق أول فضية تاريخية، ميدالية فضية تاريخية للمملكة العربية السعودية. بنفس الدورة أيضا الفارس البطل خالد العيد حقق برونزية القفز الفردي. في 2012 حققنا أيضا برونزية الفروسية الجماعية، أربع فرسان سعوديين حققوها. شهدت هذه الدورة مشاركة أول مشاركة للمرأة السعودية في الأولمبياد الصيفي، أعتقد كانت لعبة الجودو، اللاعبة وجدان شهرخاني. في 2020 أو أولمبياد طوكيو اللي صار في 2021 حققنا ميدالية الكاراتيه، البطل طارق حامدي حقق الفضية اللي كلنا يعني شهدناها.
كثير من الأسماء السعودية رفعت فعلاً راية السعودية وبرزت ونجحت في رياضات مختلفة، من ضمنهم أحمد البخيت، رياضي مميز فعلاً رفع اسم السعودية وشرفنا كلنا. أيضاً يزيد الراجحي في رالي داكار، صرنا في رالي داكار كل سنة نتحرى إيش بيكون إنجاز يزيد هذه السنة، لأنه فعلاً رفع رؤوسنا ورفع اسمنا، خصوصاً حنا السعودية مستضيفين رالي داكار لمدة 10 سنوات، فضروري يكون من التوب 3 عندنا في رالي داكار واحد سعودي. فيزيد دائماً مجملنا في رالي داكار. والفرد لمكي يعني من أهم مقولاته يقول إنه الرياضة اليوم هي من أهم العناصر اللي تجمع الشعوب وتنشر السلام بين الناس، بدون عنصرية، بدون ما يناظرون الناس للقبائل، للجنسيات، لأي شيء ثاني. فعلاً اليوم لو تلاحظ في الرياضة هي الشيء الوحيد اللي يجمع كل دول العالم بسلام. آخر مونديال تنظم في قطر، يوم رحنا وزرناه كان وجود السعوديين جداً قوي فيه، كانت تشوف كل العالم مجتمعين على رياضة، ما يعرفون بعض، لا يجمعهم دين، لا يجمعهم مذهب، لا يجمعهم طبع ولا عادات ولا تقاليد، ولكنهم كلهم يمشون باحترام، بأدب، بدون ما يضرون أحد، بدون ما يخطون على أحد، يجمعهم فقط هواية، اهتمام، كورة. لذلك اليوم الرياضة فعلاً تعتبر من أهم العناصر اللي تجمع الناس بسلام. أبرز الإنجازات اللي صارت عندنا بالسعودية والخطى السريعة والثابتة والمستهدفات اللي تحققت ما جت إلا بعد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وأيضا سمو ولي العهد على مجال الرياضة بشكل عام، وأنه الناس يكون عندها وعي كامل عشان نقدر متكاتفين كمجتمع نحقق كل مستهدفات الرؤية ونتجاوز ذلك أيضا. الرياضة اليوم تمر بتحولات عديدة وأعتقد أنها واحدة من أهم مستهدفات الرؤية، وفعلا عشنا يعني لحظات رائعة السنوات الماضية بنقلة نوعية في عالم الرياضة، الكل جالس يتأثر فيها ويلمسها. ودي أسألك دكتور عن التحول في الرياضة والشيء اللي قاعد يصير هذه الفترة والجو المنعش في النجاحات اللي احنا قاعدين نعيشها مع الرياضة. رؤية سمو سيدي ولي العهد هي اللي منحت للجميع الحافز والدعم والتمكن والثقة من أن يصل إلى ما وصلت إليه البلد اليوم من متابعة واهتمام وحرص. نجد أن الكل يشارك في هذا الأمر، القطاع الرياضي مثل كل القطاعات الأخرى لكن هو قطاع حيوي، قطاع دائما فيه جوانب مشوقة وجاذبة، ولذلك نحظى بهذا وهذا نسعد فيه جدا. في التحول في القطاع الرياضي يمكن جانبين، الجانب الإداري وهذا يمكن ملاحظ للجميع، وأهم شيء حدث هو أن تتحول هيئة الرياضة إلى وزارة، بعد أن كانت رئاسة ثم هيئة ثم تتحول إلى وزارة في 2020. هذا أمر أعتقد أنه يعني أعطى بعد كبير كيف يمكن أن ينظر لهذا القطاع بشكل عام. ولا أعتقد أن في المجمل أن التحول غاية في حد ذاته، هو وسيلة من أجل أن نصل إلى أهداف فعلا تحقق رؤية سيدي رؤية 2030. في القطاع الرياضي على المستوى الآخر، المستوى اللي أنا وأنت وأي أحد يعشقه ويتمناه وممارسة الرياضة ومتابعتها والشغف الموجود فيها، أنا أعتقد أن استضافة هذا الكم الكبير من الأحداث الرياضية يعطي دلالة أكيدة على ما وصلنا إليه اليوم. 15 أكثر من 15 فعالية دولية تم استضافتها فقط في العام الماضي. في شهر يناير فقط وإلى بداية فبراير كان عندنا أكثر من 5 فعاليات رياضية دولية. ودي أسألك عن المرأة والرياضة، يعني حنا قد نكون أتينا متأخرين في هذا المجال بس أعتقد في سنوات قليلة صارت في إنجازات مرة مختلفة. صحيح. ودي أسألك عن المرأة داخل الرياضة والإنجازات والأرقام اللي حقق. أنا أعتقد أفضل شيء ممكن يكون في هذا الأمر الأرقام اللي اليوم محققة. اليوم عندنا منتخبات للسيدات، ما يقارب 25 منتخب للسيدات بعد أن لم يكن لدينا أي شيء. في المشاركات الدولية المرأة موجودة وحاضرة، وإذا تتذكر معي في طوكيو الألعاب الأولمبية الدولية كيف كانت في مقدمة من يحمل العلم شاب وشابة سعودية، لاعب ولاعبة سعودية. هذا يعطي دلالة كبيرة على التمكين الكبير اللي حدث. كان عندنا بطولة للسيدات للصلاة ونجحت نجاح كبير، دوري السيدات انتهى قبل فترة بسيطة، قبل تقريبا شهرين أو شهر ونصف، وحقق مشاهدات وإثارة وعمل كبير. ننتظر إن شاء الله كيف يكون عندنا إن شاء الله موافقة على
كأس آسيا للسيدات 2026 واستضافة لهذا الحدث، ونتطلع إن شاء الله أن يكون. تكلمنا عن الرياضة من الجانب المليان حياة، عن نشوة الفرح والفوز وتحقيق البطولة. الجانب الآخر هو اللي يتعرض له كثير من اللاعبين ويتسبب في إنهاء مسيرتهم بالاعتزال، اللي هي الإصابات. الرباط الصليبي يعتبر يسمونه لعنة الإصابات في الملاعب، من أشهر الإصابات اللي تصير داخل الملاعب. أذكر كنت أصيب فيها زمان الظاهرة رونالدو، يعني هذاك الوقت حزننا عليه مرة. إبراهيموفيتش كذلك يعتبر اليوم من أكبر اللاعبين اللي أصيبوا فيها. روبرتو باجيو كذلك تعرض لإصابتين رباط صليبي. فيكتور فالدز أصيب أيضا بالرباط الصليبي. عندنا كذلك في السعودية في أكثر من لاعب أصيب فيها، حسين عبد الغني، ناصر الشمراني، وأعتقد أنهم أصيبوا أكثر من مرة في هذه الإصابة. سألت أحد الأطباء عن مدى خطورة هذه الإصابة ومدة التشافي منها. بتعريف الخطورة الطبية، إصابة الرباط الصليبي ما هي خطيرة، في إصابات أخرى أكثر خطورة مثل إصابات الرأس، إصابة العنق، الحبل الشوكي، ولكن خطورتها هي تأتي من احتياجها إلى مدة زمنية طويلة للاستشفاء والعلاج. كذلك من غالباً أن إصابة الرباط الصليبي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية ومن ثم إجراء عملية تأهيلية طويلة، تأخذ من اللاعب فترة زمنية يحتاج فيها إلى الابتعاد. هذا ناحية أو على المدى القريب. وعلى المدى البعيد عند التشافي منها قد لا يعود اللاعب بنفس الحساسية ونفس الأداء ونفس الرتم اللي كان عليه قبل الإصابة. الدراسات الطبية تقول إن مش كل اللعيبة ممكن يرجعون بنفس مستوى الأداء، على الرغم أنه في المقابل ربما في لاعبين رجعوا بنفس الأداء وربما أكثر تطور مستواهم. السؤال المهم، إيش مدى أهمية وجود كادر طبي في كل فريق رياضي، سواء طب عام أو حتى أطباء عظام؟ الفريق الطبي دائما يكون له مكان في البنش الخاص بالفريق الإداري والفريق أو الجهاز الفني، كذلك الجهاز الطبي موجود في جميع المباريات الرسمية وجميع الأنشطة الرياضية، ما نتكلم فقط عن كرة القدم، جميع الألعاب المختلفة وجود الجهاز الطبي أمر ضروري جدا في كل فريق، فهذا أثناء المباريات الرسمية، كذلك أثناء تدريب الفريق وأثناء التجهيز والإعداد وجود الفريق الطبي ضروري دائما. طبعا في حال حدوث لا سمح الله أي إصابة التعامل معها بشكل مباشر، لأن الإصابة تتنوع وتتراوح ما بين إصابات خطيرة يجب التعامل معها بشكل فوري وما بين إصابات أقل خطورة. الاهتمام بالرياضة اليوم ضمن رؤية 2030 عشان يكون عندنا فعلا شعب مفعم بالحيوية والنشاط والصحة الجيدة. اليوم أنت لما يكون عندك شعب وشباب وبنات طموحين شغوفين يعملون يجتهدون، لازم تكون صحتهم جيدة، وعشان تكون صحتهم جيدة لازم يمارسون الرياضة بشكل يومي، بل لازم تكون الرياضة جزء أساسي من حياتهم، لازم يكون عنده وقت مخصص فقط لممارسة الرياضة. اليوم لما تروح ممشى ولا تروح نادي ولا تروح أي مكان في السعودية تنبسط، وعي الناس زاد في مجال الرياضة وفي مجال الصحة والوقاية، وهذا جاء ترى بعد توعية كبيرة وبعد تسهيلات وبعد بنية تحتية وبعد أشياء كثيرة تغيرت. وأعتقد أنه في المستقبل راح يكون عندنا أكثر من كذا بكثير، للأجيال القادمة راح يكون فعلا الرياضة تعتبر جزء أساسي من حياتهم من يوم يولدون لحد ما يكبرون يصلون لعمر متقدم. شكرا لكل من اجتهد في أن نكون مجتمع واعي وبصحة جيدة وأن نكون متقدمين على مستوى العالم في المجال الرياضي. أتمنى حلقة عجبتك وعطيتك كذا شعور حلو يخليك سعيد اليوم لما تعرف مثل هذه الإنجازات، وإن شاء الله نشوفك في حلقة جاية. شكرا لك، في أمان الله. لنا بصماتنا في كل شيء.